هانيبال ياخد نفس عميق جدا، شناوي واقف بثبات وداخل لعب يمين. عنده اعصاب حديديه كوليبالي، مر على المواقف ده كتيره جدا جدا. كوليبالي ياخد نفس عميق جدا، الشناوي واقف بثبات وداخل لعب يمينه. الله ينور عليك يا كوليبالي يا قمر، روعه 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 يا كوليبالي. اللي جاي يخش بقى، اللي جاي يخش بقى، يعني سهل يا رب. انا قلت بشماله لعب كتير بشماله في الماتش، لكن دخل بيمينه. هي حلوه بس مش حلوه قوي، ضربت في بطن العرض وضربت في الارض. شكرا شكرا. المره دي محمد صلاح لاول مره بيهدى، هو دايما بيرجع. اكيد اكيد دي تعليمات كروش. لا لعيبتنا الاعصاب اكيد هتبقى صعبه جدا، وبالتالي صلاح يعني واخد واخد ليفربول واخد. يلا يا صلاح، يلا يا صلاح، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا صلاح. محمد صلاح يلا يا صلاح، وهوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا صلاح. كل لعيبه العالم بتعملها قبلها حطها بطريقه غير طبيعيه غير طبيعيه، يعني في حته صعبه قوي 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 قوي. اعصاب، هو متعود يلعب اخر واحد. معلش معلش، ولا يهمك ولا يهمك. ساليو سيس الباب الشمال. داخل ساديو ماني 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 ماني، هدف خلاص خلاص. مبروك للسنغال، هارد لك لمنتخبنا الوطني اللي عمل مباراة عظيمة عظيمة عظيمة، ملحمة كروية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مش عايز أبدا حد يزعل، أبدا أبدا أبدا. احنا لعبنا 90 دقيقة ولعبنا